لسه مستمرين في الحديث عن 50 عام على انتصار أكتوبر اليوبيل الذهبي، وبالمناسبة دي تحديدا تعالوا نشوف فيلم عن أرشيف الجبهة بعنوان صائد الدبابات. يوم 6 اكتوبر اليوم ده كان ليه ذكرى عظيمه جدا عندي، كان يوم عيد ميلادي، وكنا في على الشاطئ الغربي لقناه السويس قبل العبور، فكنت قاعدين انا وعبد العاطي والخولي، فقاعدين نتكلم ونقول يا ريتني كنا نعبر النهارده، وكان يبقى ده اسعد يوم في حياتي. بعد كده فوجئنا الساعه 2 ان جيلنا اوامر بعبور قناه السويس واقتحام خط برليف. في اليوم ده قلت لعبد العاطي انا عايز نعمل عيد ميلادي، فقال لي هنعمل لك عيد ميلادك في البر الشرقي لقناه السويس. قلت له كده عايز نشيل 20 شمعه، قال لي ان شاء الله احنا شايل لك 20 دبابه بدل 20 شمعه، والحمد لله ان هو اشعل لي 23 دبابه مش 23 شمعه، اكتر من سني بثلاث سنوات. كاميرا. في يوم 8 اكتوبر كانت اول معارك بالنسبه لي. في اليوم ده كنا احنا موجودين في منطقه في الخلف على بعد 5 كيلومتر قنال، تحركنا في مكان اللي هو المكان ده لواطي نعمل فيه كمين لصد هجمات العدو المدرعه المضاده. في المكان ده كان المكان اللي دمرت فيه اول دبابه من 23 دبابه دمرتهم في خلال حوالي نص ساعه. كان المكان ده واطي، وكنا يعني مكان بالنسبه للموقع حاكم في حجم اول دبابه ضربتها، هجم المكان ده اربع دبابات ضرب فيها بيومي 2 وانا ضربت 2 في المكان اللي هو في اتجاه الشرق، ضرب هجم برضو دبابات اخرى فدمر دبابات. في اللحظه دي كان العدو يعني بيدفع دبابات، فكل ما يدفع دبابات تدمر. ففي الوقت ده كان موجود معايا المقاتل الخولي برضو كان يعني كمساعد في الصواريخ. بعد تدمير التسع دبابات اللي دمرهم المقاتل عبد العاطي في الوقت ده هو ظهر لنا حوالي 30 فرد من دبابات العدو المدمره جايين مهاجمنا، وبعدين لقيت نفسي ولقيت شيء شدني كده، خدت رشاش واحد زميلي وجريت تقدمت ناحيتهم وصديت الهجوم بتاع الافراد دهيت. وفي اليوم ده هو دمر المقاتل بيومي 4 دبابات من ال 18 دبابه اللي دمرهم على طول مده القتال. تعرفت في حرب اكتوبر باسم عبد العاطي، واسم الكامل محمد عبد العاطي عطيه شرف. اتولدت سنه 50 في شهر 11 قرية اسمها شيبة قش، مركز من القمح، محافظة شرقية. دي فيها نشاط رياضي كبير جدا ونشاط اجتماعي وكل حاجه، يعني فيها انشطه كتير جدا. المفروض بقى ننمي الحاجات ديت بنور، النور اللي يخش بلد بيزيد من حضارتها وتقدمها، وبيكون فرصه كبيره جدا بيدفعها لحاجات اكتر وحاجات احسن من الحاجات اللي هي موجوده فيها. يعني قطع النور ده هو بيكون يعني مصدر للحضاره بتاعت البلد، مصدر للحياه. مش المهم النور بيديها روح للحياه، المهم مقاطعه المشاكل دي بتحل. وبعدين يا عم المهم الاول المواصلات وجهه طلعت. احنا دلوقتي في مشاكل الامتكال بروم، عندنا الاول الطريق ده عاوز يرتفع. والدي الله يرحمه كان فلاح بسيط زي اهل القريه، ولما مات كنت في سنه 3 ابتدائي.
اتولى اخويا الكبير عبد الحميد تربيتي لحد ما كملت تعليمي، وغير عبد الحميد في كمان عطية واختين متجوزين، وانا بالنسبة لهم اخر العنقود. القرية ديت تبعد عن الأهل حوالي 7 كيلو، فيها مدرسة ابتدائي اخدت منها القبول، وبعدها انتقلت في ميناء القمح، وتعلمت في ميناء القمح لحد ما اخدت دبلوم زراعه ثانويه سنه 69. اللي اعرفه عن عبد العاطي حسن السير والسلوك، وعمره ما نط الصور، وما نجح في الدبلوم، وديت له شهاده عطاني 50 قرش. يوم 9 اكتوبر كان في هجوم الساعة 6:30 صباحا يوم 9 على موقعي في اتجاه شمال. الهجوم ده كان غير متوقع، ففي اللحظة ديت كنت موجه صواريخي في اتجاه اخر، ففوجئت بتقدم دبابة ومجنزرة حاملة جنود كان عليها حوالي 4 مدافع رشاشة في اتجاه ده، وكانت الدبابات في اتجاه ده. انا كنت في الموقع ده ووجهت صاروخ على اول دبابة، فبصيت لقيت الدبابة ولعت، بعد كده ضربت صاروخ تاني عليها، فالصاروخ كان في صعوبة في توجيهه، والحمد لله ربنا وفقنا ودمرت المجنزرة. المجنزرة ديت دمرت يعني طلع منها نيران ولهب فظيع، والحمد لله اتدمرت الدبابة، وبعدين الدبابة اللي احنا واقفين في ريحها ديت دي اللي دمرها المقاتل عزمي اللي هو الاخ ايوم. الدبابة ديت من ماركة سنتوريون اتدمرت يوم 10 الساعة 3 الظهر، اتدمرتها وكانت المسافة بيني وبينها كان حوالي 750 متر من عالدبابة اللي هناك دي، والدبابة دي كانت ضمن 3 دبابات اللي هم كانوا جايين من اليمين. فالحقيقة كان منظر لطيف جدا. الدبابة دي بعد ما اتدمرت، الدبابة الثالثة لما شافت دي اتحرقت راحت طالع على طول الأفراد الطاقم مسلمين نفسيهم. كان في هجوم للواء مدرع اسرائيلي كان في مقدمته 6 دبابات اسرائيليه. في اللحظه ديت دمرت 5 دبابات من 6 في حوالي 10 دقائق. كانت الدبابات داخله على موقعنا، فالمكان الوقت ده طبعا كانوا في مقدمه اللواء المدرع الاسرائيلي لما دمروا الدبابات ديت، فوقفت تقدم اللواء المدرع الاسرائيلي. دي بقى دبابه من الدبابات اللي دمرتها 5، و في وده دي دبابة مدفع 106 ملم محمول على 6 دبابة. دول 2 دبابتين من الدبابات الـ5 دمرتهم، وكانت الموقعة ديت
معايا المقاتل عفضيل. في الوقت ده ان احنا كنا بننتقل من مكان جديد من مكاننا لمكان جديد، فكان كنا انا والمقاتل الخولي كنا اتاخرنا شويه عن عبد العاطي، هو كان سبقنا الموقع الجديد، فهو جه قايم بسرعه وجه محضر صاروخ لنفسه وجه ضرب اول دبابه وصلت الموقع. محاسن خطيبتي هي برضو في نفس الوقت بنت عمي، واخدت سنة دي دبلوم تجارة سنوية ونجحت الحمد لله، وانا اخدت شقة جديدة في القمح وان شاء الله هنتجوز فيها. كاميرا، الوحدة اللي احنا فيها دمرت في خلال حرب رمضان حوالي 140 دبابة. اللي دمر الدبابات دي هم ولاد مصر الفلاحين ابناء القرية المصرية زي ما بنقول عبد العاطي. هو صحيح دمر اعلى رقم في الوحدة، انما في برضو عندنا بيومي مدمر عدد زيه اقل منه شوية، وفي برضو عوض مدمر اقل منه شوية، وده يدل على ان الانسان المصري او ابن القرية المصرية البسيطة قدر يستوعب المعلومات المعقدة الالكترونية، رغم ان الاعداء وابواق الدعاية اللي هي الخارجية كان بتقول ان المصريين مش ممكن ابدا يستوعبوا الاسلحة المعقدة. سرعة 30 كيلومتر في الساعة، مسافة 1500، أحوال صعبة، عندما أكون جاهز أضرب. تمام يا فندم. هي اسمع تمام يا فندم. الوحدة اللي كنت فيها اللي كنت بحارب معها في حرب اكتوبر كان الناس اللي فيها ناس كلهم شباب متقارب سنهم لبعضه، وكان مثلنا الاعلى القائد عبد الجابر كان زي ابونا بالضبط، وكانت روح معنوية عالية جدا لدرجة ان هو لما اصيب فخده رفض ان هو يخلى وقعد معانا في موقع.
في اخر ضوء يوم 14 كانت في دوامة خندقة في اتجاه موقعي. الدوامة دي ضربت على موقعي حوالي 30 طلقة، وكان الطلقات بتيجي بعيد عن موقعي. بعد ما تأكدت ان الدبابة خلاص ذخيرة، وظهر من داخل الدبابة فرد يطلع فوق البرج يفرغ الذخيرة الفارغة، ففي اللحظة دي عبرت المخاطر الخولي بتوجيه صاروخ على الدبابة، ففي اللحظة دي ضربت صاروخ، وكان صاروخ صدم بيها وولعت الدبابة، وكان احسن صاروخ ضربته. ضربنا صاروخين مشتركين انا والمقاتل عوض، ففي النهايه بصيت لقيت الصاروخ بتاع المقاتل عوض دخل في الدبابه المجنزره ديت من المكان ده، ودخلت انا في المجنزره ديت من المكان ده، وده الجزء اللي هو ناتج اختراق الصاروخ للمجنزره. كمان لاحظ ان اللي دخل صاروخ جواها فيعني عمل ضغط فراح مطير برج جنب المجنزره في المكان اللي هناك ده، وكان طبعا معانا في الموقع معانا المقاتل عفضيل. المجنزره ديت من ضمن 16 مجنزره اللي دمرهم محمد، دمرهم المقاتل عوض في الاشتباكات اثناء حرب اكتوبر. وفي الوقت اللي احنا كنا فيه هناك، فلما جه يضرب العربيه المجنزره ديت فاطلق صاروخ وعبد العاطي اطلق صاروخ، فدخلوا الاثنين مع بعض. دي عبد العاطي دخل من هناك، محمد عوض دخل من المكان اللي احنا فيه ده، فكان في منظر الدبابة وهي مولعة كانت شبه ان هي كتلة ملتهبة من النيران، وطلع منها دخان بقى لانها دخل فيها صاروخين اثنين، يعني زي ما تكون نار كده طايرة في الجو.